احكوا لي على الستريس اللي راه عند جماعه الباك دوكا. شوف اذا انت عندك الباك راك تتفرج في الفيديو هذا، نضموا دي منكم وترتاح، تطلق روحك تتفرج معنا الفيديو هذا. اليوم برينر اكس ما جابتلكمش بودكاست وما جابتلكمش فورماسيون، اليوم جبنا لكم اصغر مومبر في ليكيب تاع برينر اكس واللي هي طالبه سنه اولى في المدرسه الوطنيه للذكاء الاصطناعي. جابت الباك تاعها 1888 شعبه رياضيات، قرات عندنا فورماسيون في برينر اكس، وان بليس راهي ستاجيان عندنا في نفس الوقت تقرا في المدرسه العليا للذكاء الاصطناعي اللي فيها شارج بزاف. دونك جاتكم اليوم باش تبدل لكم دي كونساي لجماعه الباك. وجد روحك معايا، حل عينيك، ركز مليح واستمتع. الباك على بالنا بلي كامل راكم خايفين ومسرسين من البكالوريا. برينر اكس خمت فيكم اليوم، جبنا لكم 7 نصايح باش توجدوا البكالوريا وتميزوا فيها. النصيحة الاولى، اهتموا بصحتكم النفسية والجسدية في الوقت المتبقي. حاولوا ما ترهقوش روحكم بقلة النوم والسهر والقراية في الوقت اللي بقى البكالوريا. العكس، راجعوا واش قريتوا وحاولوا تداركوا اخطائكم، لانه اذا ضغطتوا بزاف على روحكم هذا التعب راح يرجع لكم في اسبوع البكالوريا. النصيحة الثانية، تعلموا تنظموا وقتكم قبل نهار البكالوريا. في المدة اللي بقى تحاولوا تحلوا مواضيع في مختلف المواد مع احترام مدة الامتحان، هكا راح تعرفوا كيفاش تنظموا وقتكم باش يكفيكم تخيروا الموضوع، تحلوه، تتأكدوا من إجابتكم، وهكا راح تضمنوا علامة جيدة. النصيحة الثالثة، نهار الباك استغلوا وقتكم في اختيار الموضوع. لازم تعرفوا انه اختيار الموضوع المناسب قادر يكون عامل كبير في انك تدي معدل كبير في البكالوريا. لهذا اقراوا المواضيع في زوج بتأني، حدوا بالقلم وش هي الاسئلة اللي تقدروا واللي ما تقدروش تجاوبوا عليها، ثم خيروا الموضوع اللي تقدروا تضمنوا فيه عدد اكبر من النقاط. النصيحة الرابعة، الراحة ليلة الامتحان. ليلة البكالوريا اولا تاكد باللي ديت حوايجك كامل كيما الاستدعاء، بطاقه التعريف، وادواتك، ورقد بكري باش تنوض بكري. اياك تسهل الفجر تراجع، لانه غدوه راح تروح البكالوريا بلا تركيز. النصيحه الخامسه، دير في بالك بلي البكالوريا امتحان عادي. البكالوريا كيما الامتحانات اللي جوزهم من قبل، امتحان عادي وبالعكس يكون اسهل منهم. لهذا تفكر بلي انت قريت وتعبت عام كامل، ما تنساش برك ادعيه الامتحان. النصيحة السادسة، ما تخرجش قبل ما تراجع إجابتك. الوقت اللي بقالك نهار البكالوريا استغله في انك تراجع إجابتك وتتأكد منها. تأكد من حساباتك، رقم أوراقك، ومن بعدها تأكد من المعلومات الشخصية نتاعك كامل والرقم السري. النصيحة السابعة، ما كانش مناقشة بعد أي مادة. ما تناقش إجابتك لا مع أستاذك ولا مع صاحبك، قادر هكا تشتت ولا تلقى إجابات مختلفة، ثم ديما ركز على المادة الجاية. وفي الأخير نقولكم، ما بقاش قد اللي فات. Stay calm, believe in yourself and do your best. برينر اكس تتمنى لكم النجاح، ورانا نتسناو فيكم تفرحوا وتفرحونا باش حنا ثاني نفرحوكم. Stay tuned. الباقة قرب، ستريس، دورات، سينما دلجي، حكاية معاودها. وحده مازال مازال ولا زوج سطور. السلام عليكم، انا الحليتي حابه جبت الباك مع داك الباك. في الوقت اللي بقى حاولوا تي في تي والسهر. كيفاش يحبس هذا يتحرك؟ باسكو انا اللي نتحرك بزاف. اكيد يو نو ما كاينش كيفاش. اوكي